هذا الوضع والكارثة الأخرى اللي راهم يحضرونا فيها هذه الحكومة أيضا هي قانون المحروقات. راهم يديروا في قانون جديد البارح ولا البارح بداوا يتكلموا عليه، حبوا يبدلوا القانون تاع المحروقات لفائدة من؟ الأمريكان الجزائريين. الشعب الجزائري عنده الحق باش يقرر قانون المحروقات تاعو، الشعب الجزائري عنده الحق يقرر قانون المالية تاعو، الشعب الجزائري عنده الحق يقرر ماشي هذا النواب تاع البرلمان هذا اللي يقرر، ما عندهم حتى شرعية، ما عندهم حتى مشروعية. هما لا فلان ولا راندي وجماعتهم كي كانوا يتدوسوا قدامنا يقولوا أصحاب الشكارة على بعضهم بعض، تاع الشكارة هذا ما يمثلوش الشعب الجزائري. ودون إذن هاد القوانين ما نقدروش نعترفوا بها، وهذا البرلمان ما نقدروش نعترفوا به، حراكنا متواصل، كفاحنا متواصل من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين، من أجل رفع كل القيود على الحرية الديمقراطية في الجزائر، ومن أجل مرحلة انتقالية لا للانتخابات الرئاسية، مرحلة انتقالية، ومن أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيد نتاع الشعب الجزائري ليديرنا الدستور الجديد. عاش الحراك ذا وعاش كفاح الشعب الجزائري بعماله وشبانه ونسائه. يعطيك الصحة.